مصورين فيه اللي هو بتاع الصيني، هو جنبيه على طول. قول لي كده الاسعار السلك دوت، بس علي صوتك شويه. 10 جنيه. 10 جنيه. كام قطعه؟ في 6. في 6. الهراشه 7.5. تمام. المشابك دي كام قطعه؟ دي 20 قطعه، عامله 12.5. 20 قطعه، عامله 12.5. ماشي. قفل الثلاجه عامل 10 جنيه. تمام. والبتاعه البطيخ دي عامله 15 جنيه. 15. عصاره البرتقال عامله 10 جنيه. عامله 10 جنيه. تمام. ال مبشره 3 في 1 دي عامله 12.5. مبشره 3 في 1 ولا قشاره؟ قشاره. قشاره 3 في 1 عامله كام؟ عامله 12.5. 12.5. في منها الاسود والبرتقالي. الشياطه سعرها 10 جنيه. الرول اللي هو بيتلزق دوت 10 جنيه. 10 جنيه. في منه الوان وفي الالوان اللي هي الخشبيه كمان. كم متر؟ 5؟ لا 2. 5 جنيه. 2 متر. ماشي. ده الخمسه بكام؟ الخمسه متر عامل 20. عامل 20. شماعه الطرح 25 جنيه. 25 جنيه. تعالى كده يا اسطى، طقم التوابل ده عامل 20 جنيه. 20. الطقم دوت الملاحات ديت 10 جنيه. 10 جنيه. ماسك البطوط ده، وريني ماسك البطوط عامل كام؟ عامل 7.5. 7.5. طقم الخياطه ده عامل 25 جنيه. 25. واللي جنبه 10. 10. السكاكين، السكينه الاولى دي عامله 10 والثانيه دي عامله 15 جنيه. ايه الفرق؟ في 6. 12 سكينه. 12 و6. طيب ال 10 جنيه سيراميك. الجرانيت عامله 20. والعاديه 45 جنيه. 45. كم سكينه؟ دول 12. 12 سكينة. الالوان اللي جنب منها عامله 20. الالوان اللي هناك ديت عامله 20. كم سكينه؟ 3 ولا 6؟ 6. تمام. الميزان بقى ده، وتعالى كده نروح نحاسب. 85 جنيه. كم؟ 85 جنيه. الميزان عامل 85 جنيه، وريه لي. طب كده 150 كيلو. بيشيل لحد كام؟ 150 كيلو. 150 كيلو عامل قلت كام؟ 86؟ 85. 85 جنيه. القوالب الكب كيك ديت ب 15 جنيه. ب 15. وديت طقمه على بعضه ده عامل 30. ده عامل 30. دي القفاله بتاعت الاكياس، وديت برضو ايه زيها برضو. وقشاره وقطعت التفاح. قطع التفاح دي بكام؟ المناديل دي عامل 20 جنيه. رول المناديل ده عامل 20 جنيه. 50 منديل. ماشي. وال نيجي هنا طقم التلاجة ده عامل 7.5. عامل 7.5. 4 ولا كام؟ 4. 4. المنظمات ديت الواحد عامل 10 جنيه. هي الاطباق اللي عندك خلصت؟ لا موجوده. موجوده؟ سعرهم كام؟ نفس ما كل حاجه مكتوب عليها. طب قول لي كده ده سعره كام؟ ده 78. لا بالواحد. عامل الواحد عامل 6.5. الواحد عامل 6.5. تمام. واللي تحتيه دوت 93. يعني 8 جنيه. 10.5. 10.5. 13 جنيه. 13 جنيه. 16.5. 16.5. ممكن تشكليهم كلهم لون بعض ويبقى طقم مناميل، او ممكن تاخدي الوان بتاعه الخضار دي. عامله 50 جنيه يدوي هي. لانش بوكس ده عامل 30 جنيه. 30 جنيه دول ايه؟ 3 ادوار. 3 ادوار. تمام. طقم السكاكين بقى اللي جوه دوت ده 45 جنيه. 45 جنيه. وبالنسبه بقى للقوالب السيليكون الكب كيك عامل 45 جنيه. 45. عامل 40. 40. 35. 35. 25. تمام. 20. تمام. 15. ماشي. واللي معاك ده ايه؟ ده حامل مجات بالطبق. بكام الحامل ده؟ عامل 50 جنيه. عامل 50 جنيه. الاستانلس بتاعه كويس؟ تمام. في عندك ايه جوه؟ وريني كده. عامل 45 جنيه. 45. دي بتاعه الصفايه بتاعه الحوض صح؟ عامله كام؟ 25. 25. والبتاع البديفور عامله 120. 120. وفي اللي هو مضرب النسكافيه عامل 10 جنيه. عامل 10 جنيه. ماشي. بالنسبه بقى للمقشات اللي هي بتاعه الشيش ديت 20 و15. 20 و15. الصغيره ب 15 والكبيره بشي. الايد بتاعتها طويله. الصغيره قد الكبيره. هي بتختلف بس في الفرشه صح؟ لكن الايد ما بتتوقفش بتاعت الصغيره. بتاعت الصغيره الايد بتاعتها ما بتتوقفش. دي كده شكلها. انت قلت ب 20 صح؟ المج بقى اللي هو ال باكس ده عامل 90 جنيه. هاتوا كده نشوفه. ده عامل 90 جنيه. بيحفظ الحراره ايه؟ انا سمعت على الفيس اللي هو 7 ساعات. 7 6. تمام. 90 جنيه.
وفي ده ترمس. ده ترمس بكام الترمس ده؟ عامل 50. عامل 50 تمام. وال الدولاب عامل 200 جنيه. الدولاب عامل 200 جنيه. هات ستة معاك بالمرة. كم دور؟ رفين ومعاهم الشماعات بتاعتهم. ماشي. العلب التلاجة عندك هنا اسعارها ايه؟ دي 55. 55 أربعة؟ خمسة. خمس قطع. خش الميكرويف. ماشي. الطعم الشوك بقى ده؟ ده عامل 115. 115 24 قطعة صح؟ تمام. الفوط عامل 10 جنيه. 10 جنيه. 6 ونص. اللي هي المهير دي 6 ونص. دي عاملة 4 اللي هما 5 مع بعض؟ 5 مع بعض دي عاملة 7 ونص. 7 ونص هاتهالي كده وشوفهم. بصوا دول الخمس قطع مع بعض عاملين 7 ونص. الخامة بتاعتها كويسة بس خفيفة شوية. في أتقل منها ولا هو اللي عندك كده؟ في الكيس ده. الكيس ده عامل كام؟ عامل 30. ايه 5؟ 5 فوط. تمام. والمبشرة دي سعرها كام؟ دي سداسية صح؟ عاملة 30. السداسية صح؟ اه. والصغيرة؟ الصغيرة عاملة 25. الصغيرة 25 والكبيرة عاملة 30. طقم المصافي دوت؟ عامل 25. طقم المصافي 25، تلاتة بس التلاتة كبار. في منهم التلاتة اللي هم الصغيرين دول. في هرسة البطاطس اللي استلس سعرها كام؟ 10. 10. وعنده كمان الشماعات. وريني الشماعات ديت كده للناس اللي بتحب الحاجات اللي استلس. بكام الشماعات ديت؟ الباكت ده عامل 30 في 10. في 10 عامل 30 جنيه. ده عامل 15 جنيه. ده 15 جنيه حامل مج اهو بس من غير الاطباق، يعني حامل مج بس. ممكن تستعمليه كمان حامل مجات شوربه. ده برضو حامل مجات. ده عامل كام؟ ده عامل 30. ده عامل 30 جنيه. تمام. ده برضو زيه عامل 30. تمام. بس شكل مختلف. بتاعة المعالق بقى ديت الصفايات المعالق دي عاملة 30 جنيه. في شكل تاني منها عاملة 20. عاملة 20 فرق بس الشكل والرسمة اللي عليها. تمام. الولاعة اللي هي الشعلة ديت او الشظية بكام؟ الياباني والصيني. بكام الياباني وبكام الصيني؟ 20 الصيني وال 30 الياباني. ب 20 جنيه الصيني وب 30 جنيه الياباني. تمام. ومضارب البيت ديت بقى والمساحه دي بسعرها كام؟ المساحه دي عامله 45 جنيه. 45 مضارب؟ ده عامل 12 ونص. 12 ونص. عامل 10 جنيه. 10 جنيه. ده عامل 10 جنيه. تمام. قطعت البيتزا؟ قطعت البيتزا دي عامله 12 ونص. والقمع بتاع الحلواني ده؟ قمع الحلواني ده عامل 30 جنيه. 30 جنيه. وديت بقى عامله كام اللي هي بتاعت الارضيه ديت؟ 30. مش هينفع تنزلها لي؟ عامله 30 جنيه. شفتها اسعار خياليه خالص غير كده، انا مستغربه. هي وراها لكم دلوقتي. بشوفها كتير قوي مع يوتيوبر على اليوتيوب بس بيقولوا اسعار غريبه. هو هيجيبها لكم اهي. طب انا لو عايز الغيار بتاعها بتبيع الغيار بتاعها؟ في واحد بيبيع. سعرها 30 جنيه يا جماعه اهي. والعصايه بتاعتها تمام. في منها طبعا الوان كتير. بصوا دي البرتقاني ودي اللي هي لونها الليموني. والشرشوبه بقى اللي هي دي عامله 30 برضه. دي عامله 30 برضه. يعني لو عندك الجردل وهي اتكسرت منك ولا حاجه برضه بيبيعوها هنا فرداني ب 30 جنيه. ده المحل اهو يا جماعه من فوق. ماشي. شكرا يا علاء. 10. ده 10. تمام. 10 ونص. تمام. 10. تمام. 5. 7 ونص. تمام. في منها هي بتبقى شفافة لكن الحز اللي فوق دوت امسكها كده. في منها بصوا هي بتبقى شفافة لكن الحز هو اللي بيبقى ألوان اهو. تمام. ديت برضو دي بكام؟ 3 ب 10. المساحه بتاعتها كويسه والله مش صغيره. دي برضو 3 ب 10.
تمام. البسكوت ده بتاع الميكروب بكام؟ 3 ب10 برضو؟ لا ده ب5 جنيه. ب5 جنيه شكله حلو على فكره. البلاستيك بتاعه اللي هو البلاستيك المرن ده. صفيت الرز دي الكبيره ب15، 7.5 اطباق المنامين. كم متر؟ ده 5 متر ب20 جنيه. الاتنين متر ب10 جنيه. في منه برضو الوان متاحه كتير يعني. ده ب10 جنيه بتاع المطابخ او الدولاب، والتاني ب10 جنيه برضو. تمام. الا الادراج دي تبعك التربوهات ديت بكام؟ 25. 3 والاربعة؟ الاربعة عامل 30. والاربعة عامل 30. 35 اللي هو بخمسة. الخمسة ب35. تمام. دي اشكالهم كده. طب هنا الاسعار هنا ايه؟ تبعك ده برضو؟ بكام؟ 7.5. كم قطع؟ 4. ماشي. وحامل المقشات ده؟ ده عامل 55. 55 جنيه. خمس فتحات. تمام. ده الدب عامل 25. 25 جنيه. الفراشة عامل 27. التقيل على فكرة مش خفيف، والفراشة عاملة 27. في اللي هو القلب ده ال 22. نسيت اسمه. القالب بكام؟ ده 22. ولا الكبير ده ب25. والماسك ده الماسك عامل 20. ده رسومات التلاجة عاملة كام ديت؟ عاملة كام؟ الواحدة عاملة 5، فيها 4 رسومات بالشكل ده. كلها طاووس؟ طاووس وفراشات. كلها طاووس وفراشات. بتبقى خارجة كده برزة عن التلاجة شوية. وفي اللي هو دوت بتاع البوتاجاز ده ال 12 قطعة. كل عين لوحديها. كل عين لوحديها. تمام. بكام؟ ب15 جنيه. الطقم التوابل اللي هو التفاحة اللي فوق دوت ب15 جنيه. 7.5. دول ثلاثة في واحد عاملين 7.5. واللي تحتيها نفس السعر. تمام. والطقم التوزيع ده عامل 15، ثلاثة مع بعض. قولي بقى كده الفوط ديت اسعارها ايه؟ دي بس دي داستة 30 جنيه. داستة يعني 12 قطعة سعرهم 30 جنيه، يعني الواحدة تبقى وسط كام؟ 2 جنيه ونص، يعني ممكن تجيبي ال 12 وانت واختك او يقعدوا عندك في البيت. هتبقى الواحدة واقفة عليكي ب2.5، بس لازم تاخدي الباكيت كله على بعضه. بص الباكيت متعلق هناك اهو. بالنسبة للقوالب ديت؟ دي 25. 25 ينفع اشوفها؟ دي 25 جنيه. الشكل بتاعها اهو. ست قوالب، والستة مختلفين مش نفس الشكل. في هنا كمان طقم التوابل دوت. ده طقم التوابل ده عامل 15. طقم التوابل ده عامل 15 جنيه، 3 بطرمانات بالمعلقة بتاعتهم. وطقم الفرش 5 جنيه. 5 جنيه. المشابك؟ المشابك 15. المشابك 15 جنيه. الخامة بتاعتها كويسة، والشكل بتاعها كمان شكله حلو. 15 جنيه. التوابل دي عاملة 20 جنيه فيها.